والتشريعي وحدات وحدات للتعريف وخطب الحماية وخطب البحث العلمي الذي يهم القيمة العلمية تماما غير كاملة. نعترف جميعا على أنه المادية والبشرية ووضع السياسات القانونية والمؤسساتية مثلا لا ينتهي هنا فقط، بل يمكن أن يستمر إلى منطقة السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أوراق حسن، أستاذ باحث بكلية العلوم بجامعة محمد الأول. يعني أتي هذا الملتقى الدولي الثاني للفنون الصخرية بالمغرب الذي يعقد في مدينة فيقيق أيام 19-20-21 أكتوبر 2023 في إطار التثمين والتحسيس بهذا التراث الغني والمتنوع. إذن مدينة والإقليم في جيج والجهة الشرقية تزخر بتراث غني، تراث وخاصة هذه المنطقة تزخر بتراث نقوش صخرية. النقوش الصخرية هي ذلك الفن، يعني ابتكار الإنسان القديم لهذه الفنون الصخرية. إذن عندنا في المنطقة الشرقية عدة مواقع مهمة لتجسد حضارات قديمة، لأن الإنسان القديم من صناعة الأدوات الحجرية هي أول دراية للإنسان القديم. يعني هناك تطور فكري في الاهتمام بالفن، يعني الفنان الأول هو الإنسان القديم الذي صنع هذا التراث. فيه الجانب مادي والغير المادي، يعني النقوش الصخرية، ولكن هناك تفكير آخر في الجانب اللامادي اعتقادي في هذه النقوش الصخرية. ولكن هنا إن هذا الملتقى كسائر الملتقيات الناس الباحثون، كان عندنا 70 باحث من جميع مناطق جامعات المغرب وعشرة دول. عندنا السعودية، مصر، عندنا تونس، عندنا اليمن، وعندنا البرتغال، وعندنا إسبانيا، وعندنا بلجيكا، إضافة إلى كما قلنا إلى عدة مدن مغربية. إذن المركز الثقافي ديال الجهة الجنوب الذي يعنى بتثمين التراث الصخري. إذن بعد يعني تبادل الأفكار وتبادل وسائل الحفاظ على هذا التراث، نحن نريد أن نعرف هذا التراث للجهة المعنية لكي يكون يندرج في إطار تثمينه ويعني دمجه في جميع المشاريع التي تهتم بهذه المنطقة. إذن هذه الصناعة الثقافية يجب أن تكون حاضرة في جميع برامج التنمية. إذن الغاية ديالنا هو تثمين هذا التراث وجعله وسيلة للتنمية. إذن هذاك واحد الجانب آخر، وهو هذا التراث يعني يتعرض للسرقة وللنهب وللتخريب. إذن الحفاظ عليه، وهذا يعتبر تراثنا، فيه هويتنا، وفيه يعني الذاكرة الجماعية لهذا الإقليم.